السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نوجد واحد الاكله اللي هي معقوده طريقتي. جد ببساطه سهله. نحتاج الى هذه الكيفيه: بطاطا مسلوقه، عندنا بطاطا مسلوقه بهذا الشكل، عندنا بصله، عندنا قزبر، عندنا ملحه، عندنا شوية قزبر حبوب، عندنا شوية تحميرة، عندنا سكنجبير، زهر، عندنا البيض، عندنا شوية ديال الطحين ديال السميدة أو طحين القمع، وعندنا الزيت. دابا غنرجعو للبطاطا، غادي نحاولو أننا نعصوها مزيان، ومن بعد نرجعو نتلاقاو باش نشوفو التكميلة ديال الوصفة. دابا سيداتي، من بعد ما نقصنا البطاطا مزيان، نضيف ليها شويه الحليب اللي هو ما كنتش ذكرته في المقادير في الاول، وهي مساله اختياريه، ما كيعجبني نضيف ليها شويه الحليب. نضيفو البصله اللي هي باش نضرب الطريقه هادي على حساب الكميه. نضيفو القزبر عفوا، نضيفو شي السودانيه اللي هي اختياريه، وانا حيت دائما كنقول لك كيعجبني الحرف. الملحه نقلل منها، لان انا ديجا سرق بطاطا مع شويه الملحه، فانا غنضيف غير شويه على حساب التفصيله. شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال التحميره السودانيه. انا ضفت هنا الهريسه عفوا، شويه ديال سكنجبير. نصوفو بان هذا الشيء كله حرف، مادا بيا تنقصو شويه ديال البزار، واحد شويه قليل، شويه ديال الزيت، وغادي نضيف البيض شويه بشويه على حسب الخليط. انا نضيف بيض بيضه، وغادي نضيفها كلها ونخلص. نستعمل الفرشاة نخلط حتى يتجمع لي المكونات. بعد ما جمعنا الخليط ديالنا، كما كتشوفو استعملت بيضة فقط، نستعملش الكمون. هذه مسألة اختيارية، ممكن سيدتي إلا ما كانش تستغني عليه، ممكن فقط بطاطا، تستعملي بطاطا وبيض، شوية البصيلة، شوية الكزبر فقط، يعني ممكن تزيدي ملكيات إلا بغيتي، ممكن تنقصي إلا بغيتي. المهم أنك في آخر النتيجة تحصلي على الذوق اللي هو تيعجبك. غادي ناخد شوية ديال البيض ديال الخليط اللي عندي، نحاول نديرها نديرو في الطحين بهذا الشكل باش نحصل على خبيزة. نستعملو خبيزة هكا متساوية، نحاولو نقدرو بهذا الشكل، متجيش بلاصة بيضة بلاصة رقيقة باش ما تحرقشني من هذا الشكل. انت فقط خذي الكرة ومعها في الطحين باش يمكن لك تحكمي فيها وتهزيها. بهذا الشكل استمروا حتى نحصلوا على خبيزات، كملوا الخليط ديالنا كله ونحصلوا على خبيزات يسخن. انا درت الزيت كيسخن ديجا باش كنت كنوجد، غادي نوضع فيه الخبيزات بهذا الشكل. نستمر على هذا
الشكل هذا حتى نكمل كاع الخليط ديال البطاطا اللي عندي. نكورهم ندوزهم في الطحين ديال السميده ونقليهم. من بعد نشوف الشكل النهائي ديالنا ديال الخبيزه ديال البطاطا بالبصله اللي هما معقوده او معقوده خفيفه. من بعد نشوف الشكل النهائي ديالنا. دابا سيداتي بعد ما تقلات عندنا معقوده على هذا الشكل هي كتجي رائعه وكتجي شيشه. الشكل ممكن سيدتي انك ديري هذا الشكل هذا كاختيار في انك تزين اللي بغيتي. زينها بشويه ديال الزيتون وانا الزيتون كيتمشى البطاطا عندي. نرفقوها عندنا الرز بصله الشكل نديرو شويه لطيشه هنا اللي هي مقطع مكعبات شويه البصيله شويه المليحه. انا كنصب الزيت عليا شويه ديال الوقفي واحد شويه ديال عصير الحامض نخلطو مزيان. انا كنستعمل دائما يدي كتحسي بان الحاجه واش تخلطات ولا ما تخلطاتش خصها شي حاجه شنو غاتينا بحال هكا. عندنا الزيتون كزبر زيتون كحل بهذا الشكل ما علينا الا المكتبه بالصحه والراحه شايني طيبه.